حين لجعل كنك ميل والبو آد كجوكتان عوضا وحان اجوغنا شاقة دي ايان اجوغنا عودك ايدي صوهرو مري ومدحويناها جمهوريات دا فدرالك صوماليات مدانا حسن شيخ محمود صوماليدو انت بدن قيرة جبان كو يكو بدن تاهي لكن مدحوينا حسن شيخ محمود صوماليا هذا اللدان او شاقة ايو ملق دين هذا اللف في عنو شاقة ايان لكن حسن كما أنت وحنو شيء جايو سجالك حسن إيش كده حجرت واقي حسن وحنو كير الصومالية ما أنت وفي عن تاعي معلمي وعنانا وأسا السودان وحول لي هاي سجي تيم كيس الصومالي دو عيد بيقادنا إسا فخري جوا كبحني إلهي بنك كود درشي ومش شنك عشورة أي هدا يفوشة ميدت كقبرية دو قف كعشورة أي ومعركة سدت كنولشة كل بي إلهي بان إذي كدار إنه يقف كاسي هدي ماركي سيقيرات كدالك لصوصارو مع الدالت بوكو قيبين يا صوماليي وعن ربا صومالي دو إنه حقيق دا أنولاتو يعني ما أنت كواب بدون أو حان أركاي دال حرهي دال حرهي وكوي سوشل ميديا أو كو أماناي ودهايي ما أنت يوحاوي كوي نغيسو هرجي دي كلها يكوي كلبا وحي قرتين دالك إنو هرمر جاري لبي التبنصنو رجب طيب أردوغان أو رئيس الوزراء يا كسو شقي شدال كان هذا والله بارع للي هي شيخ شريف شيخ أحمد يا كسو شقي مش هيك هاي حاسدني مديسو شامع وأم هاد نقايا شامع ماركي سي يا تركيا وحبرشا أدري شيخ شريف مركو أها محاكيمتا يا أو فلين تقول جوغي شامع معني ضدك شيخ شريف كاسد او هايو اها اساقي الياس نمي دهان او لبادة بديقلا او مرفلا اساقا ادري تركيا اردي دي اقوه ريس الصوماليات تركيا وحبرش الله او ادري جامع او كجري شيخ شريف شيخ احمد با ادري شقدان ما انت معني جامع اللو اقام هاد نقايو تماركي سي اساس كيده شيخ شريف شيخ احمد با اسكالي اروحو حقير سنة حسن شيخ محمود ارو حقير سنة وحاسد سنة حاسد سنة لكن جامع اما نوه لي وددال بدنا لكن افي حاسو كل عي سيد اللو بهدي لاينا ودو جيدين مالمي لصورنا حتى وفدقان هذا التركي ده تمادي وحاوي وسير الدولة ايام ودنان تلسي وسيارات دقاشان لقا ساقا اوود دمعني بريحن للاول وحاسو نوو اوكتاه مركا ولا ليال هذا الك حسن شيخ محمود اللي حمد بدن ومبهنا صوماليا يملق دين حسن شيخ محمود وركو ايدي شيقا ايوه مسم معني ما أيضا لقين صومالي ذاك جوابيس انت انا ورك كلا انجلين ورك كوبان انجلايا شدال كان ان اسو نقن دونا يا ماشي سيده لو كلا بوداي يا سيده معني حالده اي تاي فيلا صوماليا يا ادونكا ماركيس نوغ لو لماي مغالده مقديشو مركب كان مركو ايماناي حكتو وان كلاو ذاكي إذا ماذا يوغاندا إيه مسيفي أريماها سيادة كمان نقونا هاي لكن داد كاقار إيه جوغا مغالا دا مقدشو أو تاق ساران بدا أدو وي أركيان مراكيب تا عقلق بني آدم كديدي إيه ماركي سيه مركب كان واردين هاي بدي أدن وضا مراكيب إيه نقط إذا ما صدات دالك معني مقدشو وجدو إيه دو انتا صعيدا لسود دادي وجددك الحيري أمانك العسليي أو التايد قريي جامع عد مقدشة قرحة كدعي هداي قرحة صور دعي وحوقن أوليلي يا بيهي هدانا أودويني قرح يكري وش 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 سيكون دعي كران أنا سوار سنو معني ما أنت أو مركب كان قاليقا تكنولوجيا دا سارن معني الدونك انت أصو ديارة دوت انت أصو مراكيب دومت ديرية لقو ورديينيو oo markaysay dunida oo dhan maanta Soomaaliya macnaheedu lagu eegaayo ee mikroskoobka sidee qarax uga dhici kara mid iyo laba iyo saddex magaalada Muqdisho hadii gudaha aan laga fulinaynin waxaan ku sheegay damul jidid gudahooda ayaa isfashilinaya wa kula wadaagay daradna waxaan ku dhahay qaraxa soo galay qaraxyaha soo galay aniga intaan kuugu sheegay war magaalada qaraxyaha soo galay ma ku dhahay mise kuma dhihin maalin
ماركيس جاري أن ودي أو أن رجيني إن ماركيس سفر أن أسعدي ولا ليا الصومالي هداد موقال كاسي أداوتين ورهاد الدم الجديد دكلا جبتي ما صلاة يتيم كيسي قرحيي سوغليين مقالة مقدشو بابوري سوغليين ما كنا هاي مسكو ما آنان دهين هداد نوقري ساوا هداد نوقري نواكا واي وان إذن دهني سيدا أن أنيقو أمن سنهي موقال كيغن ويا له دوبيا وليب الشعب كالصوماليا دوان ودقيا وحان دهي نما يو نمان كان إيغا إسبر برسانا يه ولا ليالا وشباب كان إيغا لا شقيستي شعبه وحكوبا بينا ماشان والسكول دمين ربا إيغن وي شرقولي ربان سيدا سان إذا عدان كشيغني هداد معني هداد حقير تهين يديك لبا واي qaraxyadaasi marka laga yimaado waxaanu aadi doonaa yaqbari weyne yaqbari weyne maanta dagaal baa ka dhacay waxa weerarka iska lahaa warka isma saarnay ciidamada daraawiishta birjeexa ee Mailand ayaa weerar qaaday oo hoggaaminayo markay seemacnay Nkrumah taliyahaasi geesiga ah iyo Cabdulla Isaaq oo isaguna macnay taliyaha saldhiga degmada Walaweyn ee gobolka Shabeelada Hoose iyo markay seemacnay gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda macnaheed ma arkaysay degmada Walaweyn ragaas ah hoggaaminaya masuuliyiinta way shanti subaxnimo sidaan idin sheegney kaadi qabka ayay ku qabteen iyo aqbari weyne yey weerareen maxaa meeshaas ka dhacay dagaalkaasi khasaariisu waa nuucii meeshaas iyada ah ayaan dhawayd markii saldhiga isbaareystayaasha Daahir Amin Jeesow lagala wareegay labay u qaybsameen qayb waxay yiraahdeen annagu dhulkan ma joogayno Hirshabeellaan ku noqonayna way guureeyeen way ka dhaqaaqeen dhulkan awalba goboladaas ay ka yimaadeen qaarna waxay dhayn annagu calanka Mailand baan aqoonsanahay guriyeheena ayaan qoryeheena la joogayna waa is dhiibnay dhibaato kale ma jirto markayse macnihi dhibna ma sameeyneyno reer Mailand ayaan ka midnahay calanka Mailand ilaahay baan hoos harsanayna معني سمد داسان هوس هرساني نابي دهين دولد دان اوه جانسان كوي سيدا سيمرك اللور دافي إلان عيدا مدو وحي دقين يقبر وين أفكي دي دقين دراويشت كوي سيدا سي اللور دافي ايا وحي سمايين لبادا اي صدن دقيقة دوت ساعد دقيس كافريكا شلاي قلب نمو مرك اي احايد بابور كي مادي لنك مقالة مقدشو اكو سي جيدي مقالة بايدابو او قبدو iyo wiilal ba ay saaray yihiin ayay waxay kala degeen gabdha Soomaaliyeed oo u dhashay digal aw mirifle oo macnaheedu muhsinaat ah oo muhajabaat ah ayay kala degeen gabad 14 sano jir ayaa ugu darnay 7 nin ayay ku kufsadeen kadibna nafta ayay dhaafiyeen waayaan horta waxa soo korodhay gabdhaha Soomaaliyeed in la iska kufsado dal iyo dibadba sida macnaheedu caam ka noqotay qurban nacas iyo markayse macnay Soomaaliya waa dadkii muslimka sheeganay waxa sida sameynahay haddana marka kufsi kaliya loogu ma ekeeye naftaaba laga goynaya gabadha Soomaaliyeed hadii la kufsado macnahi haddana waa la dili labadaas la isugu daraaya kufsigi waxa u sii dheer dil sida hadda Kenya ka dhacday oo kale gabadha Soomaaliyeed ayaa markayse macnahi mushinka Soomaaliba ka dambeysa la yiraahdaa ajnabi gacanta ha fuliyo dollar rabo gabadhaasi waxa la sheegay iyo hooyadood in la kufsaday la jirdilay markaas kadibna la dilay la jarjaray damiirkaaga ma ku siinaya qof bini aadan ah inaad markaysay macnihi aad kufsato haddana markaas kadib aad disho haddana markaas kadib aad jarjarto aakhira soo macnihi adduunyo soo wax gaaban maan soo aakhira la aadi maayo xisaabta ilaahay soo ma taal intee looga baxsanaya maalinta qiyaamaha xisaabta ilaahay marka sidaasi awgeed macnihi gabadhii 14 sano jirka ahayd oo markaysay aan qaan gaarin sida la sheegay markaysay intay kufsadeen 7 nin ay ku kufsadeen oo fail waxa loo yaqaan ay ka galeen ayay haddana nafta dhaafiyeen gabadhu waxay ahayd digil aw mirifle qoomiyadda Mailand aradii ka dhalatay ma kuwi markaysay macnihi anagu nabad baan meeshan u joognaa yiri dhibaato ma qabno ma kuwi baa sidaan sameeyay haddana yaa ka mas'uulad macnihii dhulka ilaahay ka sokow state-ka sidaasay weerar ku qaadeen ciidamada daraawiishta yaqbar weynay galeen way ka saareen
يخبر ويني يد يد النبات اه ايه قالين عيدا مدى او نمانكي لغا ساري او دورك لغو لايي لغو داوعي اي فردادين خسارها استيتك سو غاري دراويشتا وحاكد انتي هل اسكري او ليقانو او او دشاي وليب الدقمدة دافت وحانا كود داوعمي لح اسكري او ماركيس شن داوعيدو دو اي فضود دهي اي فضفضوديهين halna oo macne garaab yahay dhaawac culusa macne lixdaas ka dhaawacantay halna waa laga dilay daraawishta maylan banka kale nimanka macne kufsiga geystay ee burcada ahaa oo markayse macne yaqbari weyne ku gabaadka ka dhiganaayay shacabka waxa weey waxa laga dilay sagaal ayaa laga dilay sagaal qof oo marka laga dilay waxa weey dhaawacyadoodana markayse inta la xaqiijiyay tiradoodu toban way ka badan tahay hadaba sagaalka la dilay iyagoo dagaalamaya ayaa markaysay macnaheey bartooda dagaalka lagu dilay waxaa laga soo qaaday sagaalkii qori ay siteen meedadkoodu waa laga soo talaabsaday ilaa 8 nool noolna waa la soo qabtay oo macnaheey fasax warbaahinta macnaheey looga sugaayo ciidamada amniga daraawishta iyo saraakiishooda hal qori loo yaqaano BKM ama dabajeex iyo qori loo yaqaano 7 ama bisuke of basidu u yaqaano labadaas qori oo macnihi dhalaaliyaha iyo dabajeexa iyo AK47 oo 7 ah markayse intaasi ayay siteen ragaasi qoryaha waan kula wadaagi karaa hadii loo baahdo sawiradooda waxaan ka tusi karaa oo markayse macnihi wax la qariyo maahan waan kula wadaagayaa sawirada waa kuwan qoryihii laga soo furay markayse iyagoo isbarkan waka iyagoo macnihi markaysa duurka macnihi arale qoryaha la soo qabtay waa kuwaas waa kuwan hubkii laga soo qabsaday itus oo itaabsi waa astaanteena hadaanahay warbaahinta Southern Media Corporation waa kuwan qoryihii laga soo furay nimankaasi dagaalamay meedadka markaysa meeshan waa ku hayna laakiin meedad inaan soo bandhigno macna badan ma sameeyneyso mana rabna inaan soo bandhigno laakiin ciidamada oo ku lugaynaya yaqbari weyne waxaan u maleynayaa waad aragteen dhamaantiini dhageystayaasha iyo daawadayaasha qiimaha iyo qayaalaha way galeen muqaaladana waa soo dhignay laakiin waxa la yaab leh ciidamada daraawishta magaalada markay galeen meeshii laga sugaayay inay dhac geystaan meeshii laga sugaayay inay dad macnihi dhibaato u geystaan oo ay dhahan shacabkii taageeraya ma tihiin kuwii isbaarada dhigtay oo gabaadka siinay ma aysan dhihin magaalada waad u jeedeen muuqaalada lagama been sheegi karo ilmaha yaan sas lagu ridin ciidamada waxaa la lahaa tartiib wadada wadooyinka u mara caruurta hal la seexiyo aroor bay ahayd markayse macnaheey dukaamo lama taabanin cid lagu xadgudbay ma jirto bal ciidamada markay magaalada soo galeen ayaa shacab degan iyo akhbari weyne oo isugu jira dumar iyo caruur qaar kamid ah markayse waxay damceen inay caytamaan habadna lagu maridin lama dhibaateynin bal markayse markii ay isku dayeen inay macnihi ciidamada hor istaagaan la iska leexiyay markayse macnihi shacabka qaar kamid ah ayaa haweenay intay dharbax soo tuurtay askari kamid ah daraawishtay dharbax ku dhufatay oo qorigiisa sita waxna uma geysan intay kululaadeen rasaas kuma dhufan way dhigi kareen hawlgal ay ku dhinteen xabado dhacay marka dulqaadkaasi macnihi waxaa iska leh dowlad ahaan dowladda Maylan anuu ma arkin macnihi dagaalo fara badan oo Soomaaliya ka dhacaya gobolada marka aragtid macnihi qolo markay meel timaado qolada kale way ku tumataa macnihi ama waxbay gubaan ama markayse macnihi shacabka way ku tuntaan ama sidii hadda luuq daraad ka dhacaysa dad tuuta wato markayse macnihi shacab iska dilay marka waxaad moodaa state kan Maylan ciidamada daraawishta ah inay u tababaran yihiin dowladnimo rasmi ah iyo shacabka in la badbaadiyo oo xataa markayse hadii shacab daraawishta ama ciidanka lagu xadgudbo shacab qori sidan ay ku xadgudbaan inay dul u leeyihiin inaanay wax ku dhufanin in markayse macnihi waajibkoodu ay iska gutaan arrinkaasi waxaan rabaa inaan ku amaano dadka macnihii ciidamada daraawishta ah in markayse waxba aanay dhicin
إن ماركي سمعني الشعب أنا وحي اللينين إن ماركي سمعني مجال هذا السيد أن أجن يجو مراي حتى لو أفلق عديي جعان لا قاضي جعان أن كتشوابين شعب معنيه جعان تي أقاضي إن يسن كتشوابين وأنا السيد الله صوتوبري إذا ماذا دراويش تاء دولة نمر رسمية سومالي أنا السيد أسي أنت بدن كم سورودو ما مولا ذا كجرا سومالي لم بأوقف عوين ما مولا ذا هذا كجرا يبنتلان هذا هدي أسكري درب عشان لو قلت وحلا جيابا إنه ماركي سمعني دوسا حبت ريدين حتى دفع العلين كلا إنه سمايو وماركي سمعني ودق علمه لكن ما سماينن مركب مدة سوحان بيكرنا ماشان دولة نمر رسمية أيام عنه كجر تلنك الدراويش تاع لكن فهم كان مهمة شعب كان مرول با هدي ماركي سيد دراويش سيد سيد القاد بديهين معنيه هدي أي إصلاحان هدي تورية ودباتية وحان كبقى يا دباتي إني كتمادو إن أنا معني دربي قال لكو جينين بس لكن أسكري أنتو دول قادن كرو صومالي ما أنت اللي جو حالة ده أن أجنة عاصمة الصومالي وأسكري هدي الله بقى رجل يسكو عليه قري معني حبض كل ده يا شعبك معني أن أجدنا أسكرت أقول دول قاد بدن إني يهين دراويش تنا أمي سنة مركوي مهتسيهين وحان بقولك وبقول أن بجادينينا إن مجال ده سي عن دباتي وجيسنين إن شعب أنا وحيا لينين إن ما أركي سمعني كوي ضدك كفسناي دعائي أولي بمرايكن كالدوبي قبرنا عسيئة قبرنا على كفسناي أو كفسي كدب للدلي قبرنا فريتو من جركة مرايكن كالديارة دا كدوبي قلب كدوبي وي الدوبين عجلة دا وي الدوبان تاي معني اللي بعتدى إيجيستين ضد صفراي صفر مسكين ولو كان سلطان إيدهان ضدك غيركي عربتا قف إساقبا إسكا صفراي ماشي لو قرقاري لها معني إن لا كفسة دا صومالي دو صدح ويكون حنطة هنا يبدأ شافي عن صفر كأروسكا قفك صفر كصومالي دو ويفرطة ماشي لوجر جاري لها قفك مسافر كأنا صومالي دو ويفرطة ماشي لوجر جاري مركا يكبر نور ريب على لي وجيران سيدوك له ميتيدة غيرك هدي اللي قد انتنا نافكي جوجي بيك قشان ماشي عاون لهايين صدح ذا سعادة هنا نبدل نوا أروس وين أنت عجرنا وأنا هنا وحجي نوا ee markaysay tacsi waa inaan caawino waay agoonta sidoo kale markaysay masaafirn inaan caawino waay inaan furano ma markaysi kasto ay ahaataba insha Allah gabadhaasi dhimatay inay Ilaahay u naxariisto oo markaysay 14 sano iyadoo jirta macnaheedu 7 nin ay ku kufsadeen 2:30 daqiiqo maalintii shalay ahayd duuleedka yaqbari weyne ragaan maanta la laayay markaysay kufsigaas ay geysteen laakiin iyaguna natiijada ay ka dhaxleen waxay noqotay in markaysay macnaheedu lallaayo macnaheey laga saaray magaalada duurkay u qararaan dhaawacyadooda awl waa la daweyn jiray daraawishta macnaheey naxariistooda kuwii la dagaalamay daweyn jireen laakiin maanta dhaawacyadooda duurkay ku jiraan waxaana ka go'an daraawishta mailan hadii gabar Soomaaliyeed wadadaasi macnaheey tuuganimo xataa inta la soo orordo ilaa ay leego iyo dhulka loo galo oo lagu faraxumeeyo in ay sida hadda ay yeelan iyo ka daran ay yeelan كو ماركي سي معنى دعا يكفسي اجيساناي شعب كصومالي سيكستا انو حسابتنو لكن كفسي يشعب سعودة ان لدعو مايا قوان كاسي قاتين دراويشت داروض هن نغضو مالا كفسان كرو هوية هن نغضو مالا كفسان كرو دير هن نغضو مالا كفسان كرو ها ديقل او مريفل هن نغضو لما كفسان كرو قال جعل كنفس ديسي لما كفسان كرو هكو واحد كفسنا يصور له مناي قال جاك نفس الدودة قبل دودة لما كفسن كرو ده وذاك لما كفسن كرو شرعي قاس يبقى أن كاس أي قاتين إذا ماذا دراويش ميلان rape is criminal rape is crime كفسي وادنبي robbery bob وادنبي looting is crime معني دعا وادنبي pawning is crime قبيدو وادنبي innocent killing معني شعبك أول الله يو وحبا أن قلبسان وادنبي قاعدة دا سيقاتين وركاسي معادي هاي مسامع عدا دقمدا عابدوا كتا الله قبلك القلقدود ومريحانك ودقيه مانتي كن قياستي شعبة ومريحانة أياه وحي صوّرارين دكامدا ديقل أو مريفلة أي كله يهين عابدوا وركاسي إن القريبة أن أمالينا يا قناع ستادا ديقل أو مريفلة عابدوا جوغة دكامدا دي حيرين مركلا صوّراري مساجد دي قريو دي كالعادين
ما أنت جمعي أهي سيد الدين تأينو قترين جمعها والنصينو وسيد الأيام ماركا يسي ماركا آت قد بدا سوء قد تدن دكان كاقا واتفران كرتا بيع آقا إله النو بني هذا ماركا يسي معنيه دكان مذي ماركي معنيه ضدكو أي حرين ومساجد دادا يقريها أي آذين وي معنيه عباري ورورين ما جبسنا ما بوبنا ما دعنا وحياوة بضنبا إسلام دحمرين markay dambe way ku dhiran kari waayeen hadana cawday marka la ku soo noqdeen in kay sadii dukaamo furan ay boobi karaan oo digli mirifle ay leeyihiin laakiin markayse wax dukaan oo furnaa ma jiro cadayn baan hayna muqaalka waa kan iyo muqaal kale magaalada sidaan bay ahayd cawda magaalada caabud waa oo qaalka warbaahinta Southern Media Corporation ayaa toos uga soo duubtay macnaheedu waxa la arkay caruur